استعرضت الممثلة السورية صباح الجزائري إطلالتها الجديدة واللي ظهرت فيها بفستان من مجموعة باكو رابان باللون الزهري وتم تزيينه بطبعات أوراق نباتية. وتأتي إطلالة الجزائري هذه بعد أيام قليلة من ظهور الأميرة رجوى الحسين بالفستان ذاته خلال مشاركتها بعقد قران طلال الصالح نجل الأميرة عالية بنت الحسين شقيقة ملك الأردن عبد الله الثاني. ويعد الفستان من ضمن تشكيلة قدمتها دار باكو رابان للأزياء في متجر هارفي نيكلز بدبي، حيث تم تنسيق هيدي الإطلالات بطريقة متقنة لتمنح السيدة العصرية مزيداً من التألق. ونشر موقع الدار صور لعارضة أزياء سبق وارتدت الفستان ذاته، وعلى ما يبدو فإن الإطلالة ليست غالية الثمن، حيث تم طرحها بمبلغ 594 يورو. وأشاد الجمهور بإطلالة الجزائري ووصفتها أحد المتابعات بباربي الحقيقية، وأضافت أخرى حرفياً انطبقت عليك جملة كل ما تكبر بتحلى، كما تغزلت فيها العديد من نجمات الفن بيناتهم الممثلة السورية رنا شميس واللي علقت أمرنا الحلو.